يوم عيد، في طبعا ايام كده يعني بتحس ان النهارده في عيد في الكوره في مصر يعني، واعتقد انه جزء كبير من الجماهير الكوره مش بس الاهلاويه مستنيه اللقاء النهارده بالليل وبتراهن على فوز النادي الاهلي. النادي الاهلي دوما بيصاحبه زخم اعلامي، لكن الزخم الاعلامي في مواجهه ريال مدريد النادي الاكبر في العالم، بطل القرن في اوروبا امام بطل القرن في افريقيا، زخم اعلامي لم يسبق. النادي الاهلي النهارده بنتكلم على متابعه اعلاميه كبيره جدا 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 لهذه المباراه، حدث تاريخي. النادي الاهلي بيحاول تسطير المجد، تلوين الميداليه، النادي الاهلي حصل على البرونزيه من قبل في نسختين الماضيتين، ودي المره الرابعه النادي الاهلي تواجد فيها في الدور قبل النهائي، فالنادي الاهلي بيحاول تلوين الميداليه هذه المره، والخصم صعب امام ريال مدريد. حتى في المواجهات ناس بتتكلم انه في بعض الفرق صعدت، فرق عربيه صعدت للفاينل سبقت النادي الاهلي، زي بنتكلم على العين زي مازيمبي زي الرجاء، بنتكلم النهارده على فرقه الهلال السعودي طبعا امام فلامينجو، لكن في كل المواجهات ما كانش امام بطل اوروبا، كان دايما بيبقى امام بطل امريكا اللاتينيه، لان النادي الاهلي سبق وفاز على بالميرس. فدايما مواجهه بطل اوروبا بتبقى صعبه على اي فريق هيلعبه في السيمي فاينل، لكن النهارده ان شاء الله النادي الاهلي قريب جدا. متفق معاك جدا في الانترو اللي قلتها انه النادي الاهلي قريب جدا ان شاء الله.